دلوقتي انا رايح على الترام عشان نركب الترامات قدامكم علشان نروح على السلطان احمد، انتظرونا ان شاء الله. ودخلت مسجد السلطان احمد اصدقائي من الداخل. عشان تركب المترو لازم تشحن الكارت من هنا زي ما انت شايف. شحنت الكارت ولا لسه؟ ده واحد وزوجته بيشحنوا الكارت يا عيني. شحنته يعني؟ ايوه شحنته. يلا عشان نركب المترو. يلا اوكي. عشان لازم عشان تركب المترو لازم بالكارت زي عادي يعني، ولكن لازم تشحنه يعني. من مصر. الله يكرمك. من مصر. عشان نعدي بقى. ثانك يو. قول لي عدي. عديت. شكرا تشكرات. عديت اصدقائي. من هنا كده بتعدي عادي وتخش. هنا سلطان احمد. تشكرات. بس زحمه. عدوني بس معلش. زحمه كتير. يا الله زحمه. شوف زحمه. بس ركبنا برضه. زحمه. يلا استنوا رحنا على السلطان احمد حبيبي. انا ركبت المترو خلاص ومشي زي ما انت شايف زحمه. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب تكونوا بخير أصدقاء وحباب علاء الدسويت. أنا النهاردة في منطقة السلطان أحمد في اسطنبول في تركيا. لسه نازل من المترو دلوقتي زي ما انت شايف قدامك اهوت، وهننزل نلف في منطقة السلطان أحمد ونشوف الشوارع الجميلة بتاعتي والمباني المبنية على الطراز المعماري التركي القديم. زي ما انت شايف مسجد قدامك حاجة فخمة جدا. ده مسجد السلطان احمد كبير جدا اصدقائي وممتد على جزئين. لسه بقى انا نازل من المترو، معرفش بقى امشي كده ولا كده احسن، بس احنا نمشي مع الزحمه. هي كلها حلوه، هي كلها جميله صراحه. ملحوظة أصدقائي بالنسبة لتأشيرة تركيا، زي ما قلت قبل كده في ناس كتير بتدخل تركيا بدون تأشيرة، زي إخواتي من دولة تونس ومن دولة الأردن بيدخل التركيا من غير تأشيرة أصدقائي. وبرضه زي ما قلت قبل كده وكررت، المصريين اللي فوق 45 سنة بيدخل تركيا من غير تأشيرة ولا يحتاج تصريح حملي، لكن أقل من كده بيحتاج تأشيرة. وبعض المكاتب في مصر زي مكتب إم زيد في الدقي، السفارة التركية مدياله صلاحية وكالة إنه يجيب تأشيرات لجميع المصريين ومعتمد من السفارة. ولكن زي ما قلت وكررت إن أقل من 45 سنة بيحتاج تأشيرة من سفارة تركيا أو من مكتب إم زيد. خلاص. تركيا جميلة جدا أصدقائي، عجبتني. وتركيا تصلح للسياحة، الأكل فيها جميل جدا وكل حاجة فيها جميلة، المطاعم والمحلات والشوارع زي ما تشوف قدامك حاجة في منتهى الروعة أصدقائي. تركيا. أنا في السلطان أحمد دلوقتي زي ما تشوف قدامك اهوت، حاجة يعني جميلة جدا صراحة. أهو ده مسجد السلطان أحمد زي ما قلت لك هناك اهوت، وممتد على جزئين. دي البلازا اللي قدام مسجد السلطان احمد اصدقائي، حاجه روعه، حاجه جميله جدا. ده المسجد اهوت، بلازا كبيره جدا مساحتها يعني ضخمه، والعلامه التركيه في كل مكان زي ما انت شايف. Oradan girin, girdirmeyin.
محلات طبعا تحت. ده المسجد، مسجد السلطان احمد اهوت، ماشي دي البلازا اللي قدام المسجد، فيها محلات كتير ومطاعم زي ما انت شايف. عندهم برضه اللي هو الباص السياحي الاحمر اللي واقف هناك دوت، ممكن تركب في الباص وتلف السلطان احمد كله هناك، باص سياحي. البلازا اللي حوالين المسجد كبيره جدا وكلها مناظر طبيعيه وحلوه، تفكرني بالحديقه الصينيه في الارجنتين، نفس بس ديكي حاجه فخمه يعني، واكبر من كده، مساحتها كبيره يعني. عندهم نافوره شكلها حلو برضه هيت. النافوره ده اصدقائي جنب في نفس الساحه بتاعت مسجد السلطان احمد، حاجه روعه. Her şey kızıldan da. Asilerdi biraz daha. On est là, on est là. Ah,
ودخلت مسجد السلطان احمد اصدقائي من الداخل، اللهم لك الحمد والشكر. حاجه روعه يعني. شايفين الجمال؟ شايفين حاجه في منتهى الروعه، وزحمه، مساحته كبيره جدا، يعني مساحه المسجد كبيره جدا. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال والروعة؟ بسم الله ما شاء الله، زحمة، العالم كلها داخلة تصور، وفي ناس بتصلي، بس لسه توقيت الصلاة ما جاش زي ما انت شايف. حاجة فخمة جدا، مسجد السلطان أحمد في اسطنبول في تركيا. خلينا نتمشى نكمل المسجد كله. طبعا وحوش سجاد، يعني حاجة فخمة جدا. تبرعات برضه اللي عاوز يتبرع. دي كتب وحاجات بتعرفك، اللي عاوز يقرا، الناس بتحب القرايه، تقرا عن المسجد، تاريخ المسجد، كل حاجه فيه، كل حاجه جميله. شايفين؟ الطراز بتاعه جميل جدا. دخلت المسجد من جوه اصدقائي، وحاجه في قمة روعة، مسجد السلطان أحمد في اسطنبول في تركيا. حاجة فخمة جدا، كرامة الفخامة، حاجة جميلة جدا. نركب دلوقتي، زحمة طبعا، مش زحمة قد ايه؟ انا ربيع زحمة مو البنية التحتية للمواصلات في تركيا اصدقائي 10 على 10 صراحة، يعني فخامة فخامة فخامة، حاجة فخمة جدا صراحة.
ما بديش منظر الشوارع في تركيا فكرني بالأردن زمان. شايف المطالع؟ عبارة عن مطالع ومنازل، البحر قدامك هناك، شوف مطالع ومنازل. المنطقة دي كلها حوالين مسجد السلطان أحمد في اسطنبول تركيا. الشوارع عبارة عن يعني مطالع ومنازل زي ما تشوف قدامك. شايف الشارع اللي ورايا ده برضه، وده برضه التاني، كلها مطالع ومنازل. انا بتمشى في منطقه السلطان احمد في اسطنبول في تركيا. شايفين الناس دي عامله ازاي؟ فكرتني زمان بالاردن. خلصنا طبعا منطقة السلطان أحمد، وأنا دلوقتي طلعت على البحر شوية أفرجكم على المنظر الجميل دوت أصدقائي. حاجة في قمة الروعة. ده قريب من مسجد السلطان أحمد، حاجة يعني خرافية جدا زي ما أنت شايف قدامك. لو ما تعرفنيش أول مرة تشوف قناتي، أنا اسمي علاء الدسوقي. لو بتدور على سفر أو هجرة أو لجوء أو استثمار أو تأشيرات سياحية أو دراسة في الخارج، فأنت في المكان الصحيح. انزل اشترك في القناة وتابع الفيديو للنهاية.
مساحة مسجد السلطان أحمد كبيرة جدا، كبيرة يعني ممكن تلف فيها حوالي 20 دقيقة. مساحة ضخمة جدا حوالين المسجد، يعني أنا لفيت كتير، والبحر قريب من هنا على فكرة. مساحة مسجد السلطان أحمد في اسطنبول في تركيا. البنى التحتية للمواصلات في تركيا 10/10، الترام، المترو، الباص، كل حاجة البنى التحتية قوية جدا جدا.